معنا الشوط الرئيسي الأول، تابعنا حضوري وتواجد مشاهدينا الكرام اللي هي شوشرة لسيد سالم بن سعيد بن يريو المنصوري لحضرت بأول الأشواط وسجلت أيضا توقيتا مميز للقاية 2:10. نتابع شوطنا الذي يحمل الإثارة، شوطا لايق الأهمية، حامل الإثارة والتحدي خاص بالجعدان، شوطا يحمل المفاجآت الجديدة، يحمل التحديات والإثارة. نسير مع مقدمة هذا الشوط ونأخذ المركز الأول. شوف الأسماء القادمة والتحديات والإثارة هناك على صدارة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن. نس أيضا هملول لسيد سيب بن محمد بالشرقي الظاهري على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك من الجانب الآخر حامل أيضا التحدي والإثارة، حامل المنافسة القوية. مشاهدينا الكرام، يتواجد بهذا الحضور المشرف يتواجد الفارس للسيد عبد الله بن عبدون، بينما المركز الثالث نتابع هناك ايضا الغدوم، نتابع التحدي والاثاره، تابع المركز ايضا هنا القادم مباشر ماجد بن حمود بن سالم الوهيبي بدا يبشر بالخير مع الشوط الرئيسي للجعدان مباشر، ولكن وصل ايضا هنا ايضا وصل يصاحب ايضا الانتصار. وصل الله يا هالي الهير، الله يا هالي الهير، الله يا عمر بن سهيل بالحطام العامري، حطم كل المقاييس. طار مع ايضا الصاحب هنا على الصدارة، يصاحب الناموس من اجل الانتصار. الى هالي الهير، اسعد الله صباحكم بكل خير، عمر بن سهيل بالحطام العامري. سلام يا الهير سلام، اسعد الله صباحكم بكل خير. المركز الثاني شعار بالورع، المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام. هناك ايضا الفارس عبد الله بن عبدون، التوقيت 2:10. تهانينا والناموس عمر بن سهيل بالحطم العامري، قدم لنا هذه النوعية الفاخرة ايضا بحضور مشرف. الصاحب هو صاحب ايضا الكلمة وصاحب الانتصار.